السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع سلسلة متابعات خاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرار زخمها بالرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الشعبي عبر عمليات الاغتيال والخطف التي تستهدف الناشطين والمتظاهرين السلميين وسط إدانات أممية وحقوقية ودولية لهذه الانتهاكات. للحديث أكثر بهذه القضية نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. مرحبا. وعبر الهاتف من بغداد الناشطة المدنية دكتورة ناهد أحمد. أهلا بكم دكتورة ناهد إذا كنت تسمعينني. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام قبل أن نبدأ النقاش بهذه التغطية نستعرض مع حضراتكم مقطعا عن استنكار مواطنين لاستخدام القوات الحكومية والميليشيات العنف ضدهم وتحديدا استخدام أسلحة وبنادق الصيد في قمعهم، لنستمع إلى أحد المواطنين الذي عبر عن استهجانه وغضبه عن عملية التنكيل تلك. هاي الشباب احنا نربيها ونتعب عليها وأخير شيء تحاطك دنبكشن تطير عيونهم. انت يا دولة المن تابع؟ قل لي تابع لإيران؟ تابع لأمريكا؟ ليش هيجي؟ دول ولدنا احنا نتعب عليهم. وين ولدك؟ بس قل لي اعرف اني. وانت وين؟ اجيت ب 2003 على الدبابه الامريكيه؟ ابنك وين؟ وين مين انت؟ قل لي بس قل لي شنو جنسيتك؟ بريطاني؟ جاينا عراقي هسه انت؟ منو؟ مين؟ قل لي بس قل لي ايش قد اجيت عندك؟ 100 دولار؟ 100 دولار اجيت من هناك؟ اجيت على الدبابه وهسه تقتل الشباب؟ شبابنا تنسوا النجف. واحد ايراني مات، قاسم سليماني، واحد ايراني مات. سويت انت عليه؟ ماكو واحد. هذا عينه راحت، هذا ابنه استشهد، هذا اخوه استشهد. ليش هيك؟ اثنين اخوه، هذا بالجامعه وذاك بالجامعه، اثنين ما اريدهم يصيرون ضباط، اريد ابني يصير احسن مني. انت منو؟ بس قل لي. مشاهدينا الكرام نكرر التحية مرة أخرى للدكتورة ناهد أحمد الناشطة المدنية معنا. أهلا بكم دكتورة ناهد. أهلا وسهلا. نعم، بداية القوات الحكومية والميليشيات صعدت في الأونة الأخيرة من اعتمادها على بنادق الصيد في مهاجمة المتظاهرين وهو ما وثقته منظمة العفو الدولية، لماذا برأيك الحكومة والميليشيات لجأت إلى هذا السلاح تحديدا؟ وهي باستمرار تصعد القمع، يعني هذا مو فد شيء جديد وانما ابتكار، يعني وكانه بدها تحتقر حتى موتنا. للاسف معتبرتنا حيوانات وتستعمل قنابل بنادق الصيد لصياد الحيوانات وهذا مو جديد. فيعني احنا طفح بينا الكيل، ان شاء الله راح نصعد ايضا ونحسمها ان شاء الله. راح نتفق مع بقيه المتظاهرين بالمحافظات وراح نتفق على تطويق الخضراء وراح يتم الدخول، لانه السكوت اكثر من هذا مذله. واضافه الى راح ايضا نبعث برساله الى الامم المتحده ونقول لهم انه نذكر لهم فيها تماهلهم وسكوتهم، سكوتهم غير المبرر على هذه الجرائم اللي ترتكبها الحكومة مالتنا وإفضاء الشرعية لهذه الحكومة بتعاملهم معها. وإحنا مع على هالأساس إحنا نحذرهم ونعذر من أنذر، وهاي هي راح ندخل للخضراء. طيب دكتورة، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين دعت إلى تظاهرات مليونية الثلاثاء القادم في بغداد والمحافظات الأخرى لرفض مرشحي الأحزاب تحت شعار محمد توفيق علاوي مرفوض بأمر الشعب. برأيك كيف ستكون التظاهرات في ظل استمرار القمع الحكومي والميليشياوي للمتظاهرين؟ والله رفض استمرار الاعتصام والرفض، ومثل ما قلت لك هو هذا محمد توفيق علاوي هو مرشح من؟ هو مرشح بدر ومقتدى الصدر سائرون، هو هذا مرشحهم، وهم هذول هم سبب الفشل وهم رب الفساد.
ارباب الفساد هؤلاء. فكيف نقبل بهم؟ واصلا حتى اياد علاوي طبعا موت محمد توفيق علاوي، اياد علاوي يعني ذكر انه هو راح يقدم، راح يروح للمحكمه الدوليه وراح يقدم الاسماء المتورطين بقتل المتظاهرين. وهم والقتل المتظاهرين هي من ميليشيا، اعضاء من ميليشيات تابعه لايران وهاي الحكومه تحديدا الايرانيه. محمد توفيق علاوي ايراني بامتياز من نخاع، ما يقبل عليه الشارع ولا نقبل عليه. واصلا هو هذا ترقيع، يعني حد ترقيعي اي حكومه هذه؟ لكن الكتل السياسيه بدها تحاول ان تفرض سياسه الامر الواقع على المتظاهرين من خلال تثبيت محمد توفيق علاوي. كيف سيتعامل الشارع المنتفض مع هاي السياسه اللي بدها تتبعها الاحزاب الحاكمه؟ وهل ممكن ان يعطي المتظاهرون فرصه لتمرير هاي الحكومه؟ مستحيل، لانه هو ماشيين على نفس الوتيره، على نفس الوتيره، بيراهنون على الوقت، يعني دايما يطلون وياخذ وقت، عسى ولعل نمل ونرجع. لكن احنا هسه ما راح نمل ونرجع، والسكوت اكثر من هذا راح يعتبر مذله كافيه. عادي انا اسكت، احنا راح نتفق مثل ما قلت لك كل المتظاهرين من جميع المحافظات ونطوق الخضراء ان شاء الله، بس نتفق على موعد محدد وكيفيه وان شاء الله هذا اللي راح يصير. ابقي معنا دكتور، نعم ابقي معنا دكتور ناهد اذا سمحتي، ساعود اليك بعد قليل. دكتور رافع الفلاحي اهلا بك مره اخرى، حياك الله. نتحدث عن استخدام هذا النوع من الاسلحه في التعامل مع المتظاهرين، اسلحه صيد متشظيه لاستهداف المتظاهرين، لماذا تستخدم الميليشيات والقوات الحكوميه الان هذا النوع من الاسلحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مثل ما قالت ضيفتك الكريمه، قالت هم استهتروا بالشعب، وحقيقة هي استهتروا بالشعب، ولا شعب من 5 أشهر طالع بالشوارع، 17 سنة، نعم 17 سنة يسوقونه العذاب والظلم والأذى تحت مسميات وتلافتات الحسين، منهجنا في بناء الدولة والإنسان. هو هذا المنهج اللي دعا إلى الحسين رضي الله عنه، وهذا المنهج اللي تبنون به الإنسان، بهذا الشكل تعاملون الإنسان. استخدموا الرصاص الحي، استخدموا القنابل المسيلة للدموع بشكل، قنابل خاصة على الرؤوس على الصدور. الآن وصلوا إلى يستخدمون بنادق هذه الصيد، هذه المقذوفة الواحدة تحوي عشرات من هذه الرصاص بالعين وبالوجه، وكل الضربات بالوجه. لاحظ ضربات، يعني لو تنشر الصور لكل الآن اللي المصابين في العراق، العراقيين يبكون دم حقيقة. هناك صور لا يمكن احتمالها لهؤلاء الشباب الجميل الرائع. وهذا ابن وطن؟ يعني هذا اللي يضرب بالبندقية هذا عراقي؟ لا يمكن أن يكون عراقي، لا يمكن، لأنه العراقي لا يمكن، يجب أن يفكر بضميره بإنسانيته. هذا أخوه وابن عمه وجيرانه وابن وطنه، ودمك دمه وترابك ترابه ومناخك مناخه، وانت وياه في مجال واحد وفي مركب واحد، واذا الوطن تحسن انت تحسنت، واذا الوطن انكسر انت انكسرت. لا يمكن ان يضرب العراقي بهذا الشكل. وذول الشباب الحلوين شنو اللي مطالبين به؟ شنو نوبه اولاد سفارات، نوبه حراميه، نوبه ما اعرف منو؟ هالاتهامات الباطله، وبالتالي تستخدمون لهم بنادق الصيد على اساس حتى يعني خففوا من القضيه. الان زيدوها، الان جسمه كله من ينملي هذا الرصاص الصغير. الاطباء ذول المسعفين يقولون ما نقدر نطلعها من جسمه، وهذه كلها تسبب سموم وسبب سرطانات. والعيون اغلبهم دا تعمى عيونهم بيها هذه، او وجهه، او اماكن خطره، يضربوهم بشكل بقسوه وهذه الدوله اللي تريد الان، وهذه القوى الامنيه اللي دعا لها مقتدى الصدر ان تحميكم القوى الامنيه، هذه القوى الامنيه اللي تحمي. هذه وجهان لعمله واحده، وجهان لعملة واحدة هم والميليشيات، عملة القتل والذبح من يوم 1 تشرين لغاية الآن. من يذبح الناس؟ من هو المقناص؟ من اللي قتل أكثر؟ هم يتحدثون عن 600 شهيد، العدد أكثر من 1000 شهيد الآن، 30,000 بين شهيد وجريح. هذه حروب تقدمها دول، ما تقدم هذا العدد، قدموا الشباب لحد الآن وبالساحات. وبالتالي كل القضية يدوروها ويرجعون يجيبون واحد من العمليه السياسيه محمد علاوي يقعد يكذب على العالم بخطابات، راح اسوي لكم، راح اسوي لكم، شو ما يقدر يسوي. الحقيقه يعرفون، كل الناس تعرف
هو في بيئة من الأحزاب والقوى اللي هي اللي جابته واللي هي صنعته، وهو لا يستطيع أن يتحرك في ظلهم، وكل هذه القوى مالك المال ومالك السلاح ولا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، قشمرون على الشعب، تضحكون على الشعب، الشعب هذا من ضحك عليه. وبالتالي وصلوا الناس إلى حالة من اليأس. طيب، وهذا المجتمع الدولي الآن تحدثت عنه الأخت، قالت وصلونا إلى حالة، وصلوا الشعب من حالة من اليأس. أنتوا الآن ينجرحون 4-5 بهونغ كونغ، الدنيا قامت ولم تقعد. هذه حقيقة في أي مكان في العالم، لو هذا جزء بسيط 1/10 من هذا اللي جرى بالعراق لكانت الدنيا قامت ولم تقعد لحد الآن. خمس أشهر، كل هذه الشهداء، كل هذه التضحيات، كل هذه الجرحى، كل هذا الضيم، لا أحد يتحرك. بيانات إدانة واستنكار وإلى متى؟ وهذه الأمم المتحدة بالسخارت وغيرها تضحك على العالم. يوم تجتمع نوبة تنزل تركب التوك توك، نوبة تقعد ويا محمد علاوي، نوبة تقعد ويا معيب. هذا القضية معيبة الآن. وصلوا، طيب إذا وصلوا الشعب إلى المواجهة ماذا ستقولون؟ العالم هذا ماذا سيقول؟ هل يقول إنه كان قد ساهم في تهدئة الوضع والوضع انفجر؟ هل ستلومون المتظاهرين؟ هل ستلومون الشعب العراقي؟ ما الشعب العراقي كله بالشارع؟ وهذه الميليشيات من مقتطف الصدر وجوكته، ألا يستحون؟ ألا يخجلون؟ ألا يقولون نحن من أهل العراق؟ أنت تتصرف ويا العراقيين بهذه الطريقة الفجل المعيبة حتى تحافظ على كرسيك وحتى تحافظ على وعدك إلى إيران، تقتل شعبك؟ وهذا اللي طلع بالتلفزيون وقال إن قتل واحد إيراني، شوفوا اللي قتلوهم وشوفوا اللي أصابوهم. وهذه الحقيقة، أنتوا هذا القياس، هذا شعبك، هذا بلدك، هذا مصلحتك، هذا حياتك. الآن من العراقيين اللي يقول آن يريد حياة حرة وكريمة هو مع الثورة، يجب أن يكون مع الثورة. العالم كلهم قد يطلعون، قد يطلع الأمهات شايلة صور الضحايا، صور أولادهم اللي قتلوا استشهدوا. طبعاً دكتور، شيلوا صور الشهداء، الآباء خل يطلعون يشيلون صور الشهداء، الكل خل تطلعوا ويا المتظاهرين، ذولا يتركوهم وحدهم، ما ينتركون بعد. خلص القضية الآن وصلت إلى حدها، وصلت إلى الحد اللي الآن كل القضية، كل الموضوع يعدوهم بتدوير هذه النفايات، هذه النفايات اللي 17 سنة أكلت من أعمار العراقي، أكلت حتى أحلامهم. الآن يجب إعادة تدوير هذه النفايات، وعلى الشعب أن يقبل بها ويرجعون إلى نفتح الساحات، نفتح لكم الجسر، نخلي السيارات تمر. يريدون أن يقضوا على التظاهرات بأي طريقة، مندسين وميليشيات وقتل وسكاكين. يعني وإلى متى الطعن بالنساء العراقيات وأعراضهن وغيرها؟ إحدى القنوات التلفزيونية التابعة شخصيا من العملية السياسية عرضت تقريرا كما ذكرت استقصائيا عن ممارسات غير أخلاقية في الجامعات العراقية. هذا الهدف، ما هو الهدف من طعن وبث هكذا تقارير؟ لاحظ يعني، والآن ما دام السؤال بهذا الشكل خلينا نرجع للصورة. عندما بدأ مقتدى يتحدث عن المتظاهرين والمتظاهرات وفصل المتظاهرين، ووصلت إلى الحد اللي واحد طفل ما أعرف منه العراقي ما أعرف شو يسمي نفسه اللي قال إحنا باكر راح نطلع مظاهرات، ويفصل مقارنة بين مظاهرة ومظاهرة، يقارنون بين العراقيين. هذا الشعب الجميل، هاي بناتنا الحلوات، هاي بناتنا الشريفات من العوائل الطيبة اللي طلعوا لوطنهم، تتهموهم بأعراضهم، تتهمون العراقيين بأعراضهم بهذه الطريقة الفجة. وصلت إلى إحدى القنوات التابعة إلى العملية السياسية، إلى تابعة واحدة تملكها من أرباب العملية السياسية، تحدث عن تقرير كاذب ومزيف وتمثيلية مضحكة مبكية، لكن في نفس الوقت هو ينال من شرف العراقيين، من شرف العراقيات بطريقة فجة لم تحصل أبدا. هم يتحدثون يقولون من 17 سنة لحد الآن نحن الحسين منهجنا في بناء الإنسان والوطن والإنسان. هذه أخلاق الحسين رضي الله عنه، حش الحسين براء منكم لأنه أنتم وصلتوا، إذا كنتم أنتم أحزاب دينية وتحافظون على الدين، أنتم وصلتم المجتمع إلى هذا المستوى، هل تتحملون النتيجة أنتم؟ إذا كان هذا المجتمع هو مو حقيقة، المجتمع قاومكم وما زال يقاوم لأنه طلع هذه الشباب الحلوة اللي قدمت كل هاي التضحيات، مرضت بالطائفية ومرضت بالظلم ومرضت بالفساد، والآن يقدمون التضحيات وأمهاتهم تبكي عليهم وتوعز الآخرين إلى تقدم ابنها الثاني إلى الـ إلى الـ إلى الساحة. هذه الحقيقة. تقدم تقرير استقصائي سموه مليان كذب وادعاء باطل معيب ينال من شرف العراقيين بطريقة فجة. حتى يقولون طالبات الجامعات، للطالبات، للبنات العراقيات الشريفات اللي حذائهن يسوى كل الأحزاب العراقية بكل تفاصيلها، اللي حذاء واحدة من عندهن يسوى كل الأحزاب العراقية بكل فسادها وخرابها
وارتهانها للأجنبي، يتحدثون عنهم بطريقة دعارة وما دعارة حتى يمنعوهم من الدخول. واحدة من القنوات تحدث، صار لقاء بين مقدم برنامج، كنا شفناه، بين مقدم برنامج والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صارت ملاسنة بينهم، أغلقت القناة لأنه أهان الشرف العسكرية. لكن أن تهين قناة كاملة، تهين شرف العراقيين كلهم، يوجهوا لها تنبيه انذار، لا يجوز هذا، انذار من هيئة الاتصالات نفسها، هذه التي ترعى هذه القنوات، ويقولون احنا اعلام حر، وكان الاعلام السابق سيء، ماشي سيء، انتم زينين، هذا الاعلام، انفتاح الاعلامي، وهذا الانفتاح الاعلامي، هذا الفساد الاعلامي، هذا الخراب الاعلامي، لانه هذه كلها ترعى الظلم وترعى، قفلت القناة. لكن ان يسب شرف العراقيات ويتهمهم بالباطل، والله العراقيين لن يقبلون، وهذه ستكون شرارة نار عليكم، وسيخرج كل العراق عليكم، لأنه هذه لا تقبل. قناة تؤلف مسرحية لأجل تمثيلية بائسة رثة معيبة، يعني والله في التلفزيونات، في تلفزيونات الدول التي فيها إباحية لا يمكن أن يقدمون مثل هذا التقرير، وقدمتها قناة للمواطنين، وفي نشرتها الإخبارية لا تستحي ولا تخجل كل القضية حتى ينالون من التظاهرات، حتى ينالون من شرف العراقيات. هي هاي القيم، هذه القيم اللي ترعوها، هي وهذا المنطق اللي تحجون به، وهذا العراق اللي تحبوه، وهذه الأخلاق السامية اللي ترعوها. شنو العراقية ذني؟ شنو اللي سوينا ذني العراقيات؟ هاي الشابات الجميلات العراقيات اللي طلعني ينادن بوطنهن، هن ذني اللي تعرضونهن بهذه الطريقة، بطريقة فجة معيبة. وهذه الحكومة تسكت تسكت، تدور وراء القنوات اللي يتحدث عن العملية السياسية حكايتين، هذا يجب أن يحضروا له ملف لإغلاق هذه القناة. إسكات الأصوات كلها، الكل يجب أن يلهج بمدح هذه العملية السياسية التي جاءت للعراق بالخراب والطائفية والسرقة والفساد والنهب والتخريب. كل هذه الأحزاب وبشهادتهم ترعى ملاهي وترعى يعني أماكن الخمور، وترعى كل الرذيلة اللي جاء، وأقلها الرذيلة هذا الفساد البوق. هذه وين راحت فلوس العراقيين؟ ليش العراق طلع هذه؟ ليش طلعوا الناس يطالبون بحقوقهم ويطالبون بحياتهم؟ لأن الفساد وصل. من مسؤول عنه؟ مسؤول عنه الشعب هذا المسكين، الشعب اللي طلع. لو أنتم مسؤولين عنه الأحزاب والقوى اللي ترعى بالعملية السياسية، مياه القضية. الآن يتحدثون عن الشرف، ونحن الآن في مرحلة تاريخية، جبنا لكم حكومة جديدة مستقلة. شنو حكومة جديدة مستقلة تضحكون على العالم؟ شنو مستقلة؟ شنو وجه الاستقلال اللي بيها؟ هم كلهم من العملية السياسية، وحتى لو جبتوهم مستقلين ماشي، ما الأرضية والمناخ وكل الأجواء التي تحيط بهم تابع للميليشيات وتابع للأحزاب، هذه وهذه القوى هي المتحكمة بها. كيف سيعمل؟ ما هو ما يستطيع، من الخفير إلى الوزير هو تابع للأحزاب، ويقبض من عندهم وهو منتمي لهم. وهذه القناة اللي طلعت هذا التقرير اللي سميه استقصائي جزء من عندهم. لاحظ الخسة، لاحظ يعني هل تختلف هذه القناة في تقريرها عن هذا اللي وقف بالشارع يضرب الطلقات بالناس ويقتلهم؟ لا تختلف. تختلف عن هذا القناص اللي يوقف فوق الملثم؟ ثانياً هو السؤال المهم، ليش ملثمين؟ هذا السؤال أيضاً، هاي ذولا ليش ملثمين؟ يعني دولة ملثمة، أنا ما أفتهم هاي القضية، أنا أستغرب يعني. هذه القوة ليش ملثمة؟ أنتم مو دولة؟ أنتم مو قانون؟ مو هذا اللي تواجهوه؟ تقولون باسم القانون وذولا خارجين عن القانون؟ أنت ليش ملثم؟ هذا المواطن المتظاهر يتلثم حتى لا تعرفوه، لأنه تعتقلوه تروحون على بيته وتذلون أمه وأبوه، ما يريدك تعرفه. لكن والميليشيات تركض وراء بالسكاكين ويختطفوه خارج الساحة، بس أنت ليش ملثم؟ أنت ليش ملثم وطلع عيونك وتقتل؟ منه أنت؟ عراقي أنت؟ لو إيراني؟ لو شنو؟ ما هي القضية هذه؟ إذن إحنا ليس في دولة، في مؤسساتها الإعلامية والسياسية والعسكرية والأمنية والميليشياوية مجرد عصابة حقيقة تتعامل مع الشعب كعدو. هذا اللي القناة اللي يسمح لها أن تتكلم بهذه، لولا البيئة تسمح بهذه القضية، لولا أكو ضوء أخضر من مقتدى الصدر وغيره بهذا الحديث، بهذا الحديث الفج المعيب عن 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 بناتنا وعن عن عن شرف العراقيات، ما كان استجرأت هذه القناة أن تطلع مثل هيش تقرير مسموم معيب. لا يمكن، وأنا أعود وأقولها، في أكثر الدول انفتاحاً، أكثر الدول مجوناً،
لا يمكن أن تطلع مثل هذا التقرير وتتهم به شعبها، تتهم الشعب، تتهم العراقيات بهذه الطريقة، معيب. طيب هذه القناة لأي حزب، لأي ناس، لأي عملية سياسية؟ إذن هذا هذه ليست إلا عصابة، وغايتها كلها أن تقضي على الشعب وتحارب هذا الشعب، وقضية الدستور وقضية الحرية والاستقلالية والديمقراطية كذبة كبيرة، وعلى العالم أن يعرف أنه هذه كذبة كبيرة، وهذه التضحيات هذه في رقابهم ولن تنتهي، هذه الثورة لن تنتهي، وهذه الشرارة ستشعلهم شعلا وستنتهي، هذه قوتهم لا تعني شيئا، وتبع إيران وتبع لا تعني والله شيئا. ثورات الشعوب دائما ما تسحق كل شيء، وهذه ثورة شعب، والشعب وقف لها وسيقف لها، والأيام القادمة ستثبت، ونقولها مرة أخرى، يرونها بعيدة ونراها قريبة جدا 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 أكثر مما يتوقعون. سأعود لك بعد قليل دكتور رافع. دكتورة ناهد أحمد، استمعت إلى حديث دكتور رافع. إذا بدأنا نتحدث بما انتهى به دكتور رافع عن قضية الطعن بشرف العراقيات ومحاولة تشويه سمعة المتظاهرات أو البنات العراقيات بشكل عام، ربما لتشويه صورتهن ومنعهن من الدخول إلى ساحات التظاهر، عندما تخرج عازفة كمان في محافظة كربلاء يتحدثون عن قدسية المكان وقامت الدنيا ولم تقعد، في حين يطعن بشرف العراقيات ويعتدى عليهم في الساحات بهذه الطريقة ولا تتحرك هذه الأحزاب، لماذا هذا التعامل الآن خاصة بقضية مهاجمة النساء العراقيات والطعن بشرفهن وبأخلاقهن وغيرها؟ أستاذ عيني، هذه سلاح الجبان، هذا سلاح العاجز، هذا السلاح اللي ما بقت بيدهم حيلة، ما بقت أي حيلة عندهم. أنا بالمناسبة أشكر الأستاذ على مدح الثناء على العراقيات، وهو هم عراقي يعني ويعرف. لا تشكريني يا اختي، لا تشكريني، هذول اهلنا وتوهلنا وعرضنا وناسنا، احنا ندافع عن عرضنا واهلنا، هذا واجبنا، هذا واجب كل عراقي. لكن ذولا اللي يتحدثون عن العراقيات ذولا مو عراقيين، ذولا ما لهم علاقه بالعراق الحقيقه. طبعا فد ناس عاجزين، وهذا سلاح العاجز انتهت بعد هسه، هم هذه حيوان حيوان حشاك ورفسه الاخيره، هاي قبل ما يفوق انفاسه الاخيره، قبل ما ينفق رفسته الاخيره. ومن يتحدثون عن الاختلاط وعيب ولا تروحون للمظاهرات، دخل يعني هسه احنا خلينا نتحدث بشكل عقلاني، يعني هو مكه يروحوا لها بس نساء لو بس رجال لو كل من على حده، هو مو مختلف، الحج مختلف، زين نروح مالت الأربعينية ومالت الإمام هاي المناسبات مالت العاشور، يعني مو مختلف، مو أصلا حتى انتقدوها وما أريد ندخل بالتفاصيل، أصلا ما تأنيني على الأساس، أنا دائما مع النساء العراقيات وشرفهن وعفتهن، لكن هسه هم من خلي يقارنون ايش معنى هنا الاختلاط يصير، وهنا ما يصير، هنا من تجي مظاهره من اجل هدف وطني، قضيه كبيره ومعرضين نفسهم للخطر للموت. يعني هذه مو اكبر من قضيه شرف وحشا واستهتار، لو هاي القضيه التطوع للحج والامام وهالمناسبات الدينيه، وبالعكس هنايا النفوس اصلا لها كامل الحريه ان تمارس اللي تريده. طيب لكنه هاي قضيه وطن، شلون تجيبون على تطعنون بشرف العراقيات على لانه متظاهرات وطنيات؟ وعندهم قضيه اكبر من قضيه هذا اللي بتتحدثون عنه، المعيب الاب بتتحدثون عنه، اصلا قضيتها اكبر من كل هذا، فشلون تتجرؤون؟ لو هي ما قلت لك يعني هي هذا السلاح الضعيف، سلاح المعصور اللي دي بأنفاسه الأخيرة. دكتورة، اللي دي يصير الآن أيضا في ساحات التظاهر أنه بعد إطلاق الرصاص المتشظي على أو أسلحة الصيد استخدامها تجاه المتظاهرين، أيضا هناك حملة لعمليات اختطاف واعتقال الكوادر الطبية من ساحات التظاهر، هذا الموضوع كيف يؤثر على المتظاهرين خاصة في ظل ارتفاع أعداد المصابين وقلة الكوادر الطبية اللي تعالج أو المفروض تعالج هذه الحالات؟ والله أستاذ، هو شوف، هو حتى الأسير اللي هو عدو
همينا الدولة من متأثرة، الجيش المعادي من متأثرة، العاجة إلى حق بعد انتهى. ها هي أصبح بين إيديكم، يعني هاي ما موجودة أصلاً. يعني في التعاون ما بدي يتعاملون ويانا كناس، بدي يتعاملون أصلاً ما معتبرين ناس، وما لو معتبرين ناس كان قالوا حالهم حال الأسير. يعني خارج المعايير الأخلاقية والقيمية والقيم الإنسانية اللي يتعاملون ويا المتظاهر. طبعا أنا أقول لك احتمال مو تحد من وجودهم بالساحة للمسعفين، لا، وإنما خلاص هو كل المتظاهرين اتخذوا قرار أنه راح يحددون موعد وإنهاء التظاهر السلمي، وهاي هي والتفريق الخضراء. طيب بعد اتفاقات دكتورة أبقي معنا رجاء، نود أن نشاهد مع حضراتكم مشاهدينا الكرام هذا المقطع عن محاولات التضييق الحكومي على الطلبة، لكن لم تمنعهم من الخروج والمشاركة في تظاهرات ثورة تشرين للتعبير عن رفض مرشحي الأحزاب السياسية الفاسدة والتنديد بمحاولات الإجهاز على الحراك الشعبي. لنشاهد معا باقة لعدد من التظاهرات الطلابية التي خرجت في بابل والقادسية وذي قار النجف ومناطق أخرى من العراق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أعود للدكتور رافع الفلاحي. دكتور، هل لديك من تعليق آخر على قضية استهداف العراقيات؟ لاحظ أستاذ محمد، يعني من بداية 1 تشرين، يعني الآن نتحدث نقول أفلسوا. نعم. الحقيقة هم أفلسوا من أول يوم. كان الإفلاس هو خيارهم، يعني ليس لديهم في جعبتهم، يعني عندما يستخدمون الرصاص أمام المتظاهرين، عندما يستخدمون القنابل، هذا جزء من الإفلاس. ومن البداية، من أول أيام إذا تذكر، من أول أيام الثورة انطلاق، نعم، جاءوا مجموعة من الراقصات ولاحظنا مجموعة من البنات اللي هم من مشاكلتهم، نعم، أرادوا أن يدخلوهم بالتظاهرات ورقصا، والمتظاهرين أرادوا أن يأكلوهم بأسنانهم، نعم، فأخذوهم وهربوا. من البداية كان لديهم تصميم إبعاد المرأة عن التظاهرات لسبب أنه المرأة تستفز الرجل. المرأة عندما تخرج، وإحنا عندنا بالقيم يعني بالعراق وكل الوطن العربي، لكن بالعراق نتحدث، إحنا شعب العراق، عندنا المرأة عندما تخرج عيب على الرجل بعد يبقى بالبيت، عيب عليه يظل ساكت. صحيح. فالمرأة كانت في ثورة تشرين، إذا نريد نتحدث عن دور المرأة، كانت هي المحفز لكل شباب العراق في أن يخرجوا. عندما خرجوا شباب العراق وأمامهم بناتهم وخواتهم، كانوا يحيطون مثل السوار على المعصم. صحيح. لحمايتهم. ولاحظ لم تجري عملية تحرش واحدة طوال هاي 5 أشهر، لم يسجل إساءة لامرأة واحدة من المتظاهرين. لكن من يسائلهم؟ وسائلهم الميليشيات، وسائلهم هذه، وهذه جزء من الميليشيات، يعني هذه القناة ما تتحدث فيها شنية ميليشيات. أنت بتتحدث بهذا الأسلوب، هذول اللي يوقفون على المنابر ويتحدثون بلغة على أساس هي دينية ضد البنات، هذا جزء من الميليشيات، جزء من تربية ساقطة، من تربية معيبة. أن ينال من بناته العراقيات إذا هو كبير، أو من خواته إذا هو صغير بأعمارهن، ينال منهن، ينال من شرفهن. الآن وصلوا للجامعات، لأن الجامعات قالوا أن المدارس ما حد يقدر يطلعها، ولدينا قوات تحميها، والجامعات ما يقدرون يمنعون الجامعات. الطالب والطالبة الجامعية أكثر من 18 سنة ومالك حقه وحريته ويقدر يطلع، ما يقدرون يوقفه. وهم ليس لديهم سلطة على الجامعات، الجامعات تطلع بدأوا يشككون بأخلاقيات البنات. هذه الحقيقة القضية كلها لأجل إضعاف الثورة، لأجل إضعاف هذه الثورة والقضاء عليها. هذه جزء من مخطط خبيث معيب يدل على فلاسهم.
أنا قلت هم مفلسين من أول يوم، وهذه اللعبات كلها تدل على إفلاسهم. والثورة وشبابها أعلى منهم بكثير، أعلى فكريا وأعلى خلقيا وأعلى بالرؤية وبالتفكير وبالأهداف وسمو الأهداف. هؤلاء أهدافهم أن يحافظون على عملية سياسية مملوءة بالفساد والقتل والدماء، والشباب اللي طالعة هدفهم أن يعيدون الوطن، الوطن بكل سموه بكل أخلاقه بكل قيمه الحلوة، باستقلاله بسيادته بمحبته بشعبه المتآخي مع نفسه ومتصالح مع نفسه. أنتوا سويتوا بالشعب 17 سنة شو اللي سويتوا؟ هذا مو معيب؟ هذا ما يمس شرفكم؟ هذا البوق والسرقة والقتل، هاي الدماء اللي تنزف هاي ما تحرك شرفكم؟ لكن شرف العراقيات تمسوها بهذه الطريقة؟ يعني من يقف هذا على المنبر ويتحدث عن هذا ألا يخجل من هذه الدماء؟ يعني ألا تستفز شرفه هذه الدماء؟ هذا مو شرف العراقيين، هذا هاي الدماء، هذن العراقيات متحدث عليهم بهذا الأسلوب، هذا مو شرفكم، هذه المعيق. يعني الحقيقة وصلنا إلى حالة أنت الآن هذه الثورة وصلتنا إلها، وهذه من محاسن هذه الثورة، من ما حققته هذه الثورة، أسقطت كل أقنعة هؤلاء الشياطين الحقيقة، وظهرتهم على حقيقتهم، ظهرت كل عوراتهم، ظهرت وضعهم السيء والخبيث. هذا الإعلام اللي كان متخفي بالديمقراطية والحرية والدفاع عنه، ولاحظ شلون يدافع عن الحرية، تظاهرات كل القنوات اللي تابعة الأحزاب لا تنقل التظاهرات، ما له علاقة. صحيح. يعني نقول لك تظاهرات بالأرجنتين صايرة، بس الملايين طالعين بالعراق ما له، وما يسمع وما يشوفه، ما عنده. أو إذا طلع ينقل لك جوانب تسيء لهم هو. صحيح. يخترعها. صحيح. هذه الحقيقة، ونقول لك مثل هذه القصص المعيبة الكاذبة المؤلفة. نعم. ما هذه ما أنتوا استحوا من أخجلوا من الشرف اللي أنتوا 17 سنة سرقة ونهب وكذب وادعاءات وباطل. نعم. وتزوير، ووصلتوا العراق إلى حط نقطة، وصلتوا إلى الحضيض، هذا ما تستحوا من عنده وما يهز شرفكم وضميركم، لكن يهز شرفكم وضميركم هالشباب الحلو اللي طالع ودي يقدم هذه التضحيات ويريد وطنه. نعم. ويجب أن يكون طائفي وهو مو طائفي، ويجب أن يكون تابع للأحزاب وهو مو تابع للأحزاب، ويجب أن يكون تابع الفئات ومناطق وفلان وفلان وهو. نعم. مو تابع لهم تابع، ويجب أن يسلح وهو مو مسلح، وهو شايل رايته العراقية وما عنده غير صدره العاري، ويواجهكم بهذه المواجهة وتواجهوه بهذه الأسلحة الخبيثة وبهذا. نعم. القتل وهذا، لكن كل هذا لن يمضي. أنا أقول لك رغم تحدثنا عن العالم، الأمم المتحدة والعالم ساكت، لكن ستأتي اللحظة وستأتي قريبا جدا اللحظة، العالم كله سيقف معهم، وسيقف معهم قريبا من غير ما يتوقعون، هؤلاء سيقف معهم بشكل لا يتوقعونه، ستنقلب عليهم الدنيا. هؤلاء الذين يحاولون اللعب، مجلس نواب يطل إجازة نفسه شهر ونص والشعب بالشارع ويقول أنا أمثل الشعب، يمثلون الشعب ويروح إجازة شهر والشعب كله بالشارع، صار له 5 أشهر. صحيح. الناس تنقتل والدماء برك الدماء بالشوارع، هو يروح شهر ونص يرتاح، الآن يستدعوه حتى يصوت، والتقت القوى السياسية. نعم. وجلسوا بيت فلان وجلست بيت فلان وتناقش على ماذا تناقش؟ نعم. ما رايدين من عندكم، وهذا يطلع لنا برنامج حكومي 18 نقطة يضحك على العالم ويضحك على نفسه، يضحك على نفسه مو على العالم، وبالتالي يدورون هذه النفايات، يريدون أن يقنعوا. نعم. العالم أن هم ديمقراطيين وحرار ويفكرون ومصلحة العراق أبداً. هذه القضية الآن ما عادت تمر، وهؤلاء لم يفهموا طبيعة الثورة، لم يفهموا الناس لماذا بعد كل هذا الوقت، لم يفهموا الناس لماذا خرجت ووين راح توصلهم الناس. نعم. ولأي هدف ذولا رايدين، وشلون هم ما يقدرون يكسرون هذه الثورة. نعم. هذه الثورة ما تنكسر، هذه الثورة اللي طلعت بالبصرة والناصرية وبالعمارة وبالنجف وكربلة وبغداد وكل مكان، لن تنكسر، وستخرج في كل المدن اللي ما يتوقعوها ستخرج هذه الثورة منها. الآن هم مطمئنين لمدن كثيرة. نعم. لا تخرج منها، ستخرج منها قريبا إن شاء الله، سيخرج العراق كله ضدكم، لأن العراق هذا مصيره وحياته وانتهت، وصلتوا إلى الحد اللي لم يعد يتحملكم. سأعود لك بعد قليل. دكتورة ناهد، هل تعتقدين أن يمكن أن يعطى محمد توفيق علاوي فرصة لتحقيق الوعود التي أطلقها، وهل هو قادر أصلا على إنفاذ كل هذه الوعود التي خرج بها؟ لا طبعا، لانه معروف مسبقا هو من رحم من طلع، هو طلع من رحم الاحزاب الفاسده، من سائرون بالذات ومن الفتح، فما نتوقع من عنده خير.
وحتى قسم مثل ما ذكرت لك قسم من الوزراء المقترحهم اصلا اصحاب جنسيه اجنبيه وانجليزيه بالذات ومن الاحزاب والاحزاب هي اللي داعمتها هي سائرون رسميا داعمت الفتح وسائرون فما نتوقع من عنده خير واتخذنا قرار ان شاء الله. لماذا يعني لماذا برايك ربط محمد توفيق علاوي القضاء على او محاسبه الفاسدين وقتله المتظاهرين بقضيه الموافقه على تمرير حكومته؟ يعني وكانه الموضوع انه حتى احاسب لكم اللي قتلوكم يا متظاهرين وافقوا لي على الحكومه، ليش هاي الصيغه يعني؟ والله يعني يريد يتشبث يريد يقنع الشعب باي طريقه كان بالقضاء باي وسيله اخرى لكنه مرفوض بالنتيجه لانه مناوره احنا نعتبرها هذه مناوره سياسيه وليس قرار ولا وعد راح يمكن تنفيذه لانه مناوره كل ما هنالك حيل تحايل على الشعب محاولة إقناعه يعني يجي من منهج يمشي زقزاق ويا الشعب أتى ولعله لكن ماكو فائدة القرار اتخذ. دكتورة ناهدة أحمد الناشطة المدنية كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. دكتور فيما تبقى من وقت نتحدث قليلا عن محمد توفيق علاوي، خرج بحديث كلمة متلفزة يقول إن القواعد السياسية القائمة في العراق تغيرت بعد التظاهرات، هل فعلا تغيرت وكيف وما هي ملامح تغييرها؟ القاعدة السياسية نعم تغيرت الآن القرار بيد الشعب وليس بيد هذه العملية السياسية، ما عادت هذه العملية السياسية. أساس التغير هذا أن الشعب أعلن عدم ثقته بكل القوى السياسية وبالعملية السياسية، هذه اللي تغير، مو اللي تغير من وجهة نظر محمد علاوي اللي يقنعنا أنه هو جزء من الشعب وهو جاء من شلون جيت من الشعب؟ أنت من رشحك القوى وأنت قلت بنفسك إذا الشعب ما يرشحني ما رشح نفسي. طيب شلون قبلت بالترشيح؟ والشعب كله بالشارع يقول لك مرفوض أنت وخالين إكس عليك. صحيح. شلون قبلت؟ قال لكم 170 نائب مستقل انتخبوني، مين ذول النواب المستقلين؟ صحيح. ما هو يعرف وكل العملية تعرف أنه هذا مجلس النواب العتيد هذا نتيجة وهو خلاصة لمحاصصة محاصصة طائفية وإثنية، محاصصة بين هذه الأحزاب القوى العملية السياسية حتى تنتج هذا البرلمان. هذه حقيقة لكل حزب لكل قوى ألقت كراسي ألقت وأكثرية وقلية وما أعرف شنو الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر، هذا اللي موجود في مجلس النواب. شنو مستقل شنو ما مستقل، منو هذا اللي انتخب للمستقل هذا؟ مين جاء المستقل هذا؟ منو انتخب المستقل؟ ثانيا بغض النظر عن المستقل وغير مستقل، ماشي مستقلين هو يعرف وكل الدنيا تعرف هذه الانتخابات الأخيرة وهذا مجلس النواب اللي لا يمثل الشعب ما عنده شرعية. صحيح. لأنه 82% من الشعب ما راح انتخب، الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات لم يشاركوا بالانتخابات. إذا من شارك في الانتخابات لا يزيد عن 18% من العراقيين، هؤلاء قوى ميليشياوية قوى أمنية قوى عسكرية وقوى حزبية تابعة لهم. طيب ذولا من يمثلون ذولا 18%؟ تقول لي خلي يقول لنا هذا البرلمان اللي من 18% من الذين يحق لهم الانتخاب من يمثلون؟ لا يمثلون الشعب العراقي. إذا أنت شلون أكو ممثلين للشعب العراقي؟ ولو كانوا ممثلين للشعب العراقي بهذا العدد والبرلمان العراقيين ليش طلعوا؟ صحيح. يعني إذا عندهم ممثلين ذولا ما عندهم ممثلين. اللي عندهم ممثلين هي الأحزاب والقوى والميليشيات عندهم ممثلين ويدوروا لهم على مكاسبهم. إذا منو اللي رشحك؟ خلي يقول لنا منو رشحه؟ ما هي هاي الحقيقة. يعني مثل الناس من يقولون عوفنا من التظاهرات عوفنا، خلي يقول لنا مقتدى الصدر شي يريد. نفس القضية محمد علاوي خلي يقول لنا منو رشحه؟ هو يقول إذا الشعب ما رشحني أنا ما ترشح ما أقبل بالترشيح. أنت الشعب ما رشحك منو رشحك؟ يقول الشعب رشحني. شلون رشحك الشعب؟ ما أنت بالمنطق أنت يعني تضحك علينا لو شنو؟ أنت يعني أكثر عقلية من عنده من عندنا، عقلك أكبر من عقل العراقيين أكبر من هذا الشعب. قل لنا شلون قضية شلون يعني شلون حساباتك هاي 1+1=2 شلون حسبتها أنت 1+1=1,000,000 شلون؟ قل لنا حتى نفتهم. ما الشروط المتوفرة فيه لكي يترشح على سبيل المثال؟ بغض النظر عن الشروط
انت الشعب قال لك احنا نريد واحد مستقل ما عنده جنسيتين ما عنده كذا، انت كلهم تنطبق عليك. صحيح. اتركنا من كل هذه. نعم. لكن انت طلعت بخطاب قبل حتى ما يرشحوك كذبت على الشعب. نعم. انت كذبت حكيت 18 نقطه انت السياح يعني ستحصر بيد الشعب وانت ما قادر. نعم. هذا بيد ميليشيات وعصابات انت ما قادر وهي اللي جابتك. صحيح. الفساد ستقضي عليه انت ما تقدر، هذه كل الدوله مبنيه على الفساد وانت جزء من عندها. سيقدم قتلة المتظاهرين القضاء. من اللي قتل المتظاهر؟ قوى أمنية وميليشياوية والحكومة وكلهم دول أنت تقدر تقدمهم؟ شلون تقدمهم للقضاء؟ ما هذا من البداية أنت كذبت على الناس، فالناس شلون نصدق بواحد كاذب وهم أساساً فاقدين الثقة، والآن يقول لهم يجب إعادة الثقة. شلون تعيد الثقة؟ أنت تكذب عليهم وأنت تقول أنا انتخبني الشعب. ومقتدى الصدر قال انتخب الشعب أيضاً تغريدته الشهيرة، والشعب طالع بالشارع يصيح مرفوض محمد علاوي، شلون انتخب الشعب ما ندري، ودازن اهل القبعات الزرق يضربون بالسكاكين، واللي يشيل صوره محمد علاوي عليها اكس يضربوا سكينه. طبعا بنفس التغريده دكتور كتب مقتدى الصدر اتمنى ان يرضي الشعب او يرضى عليه الشعب. فوق يقول الشعب انتخبه وجوه يقول صحيح. اتمنى ان يرضى الشعب، هذا التناقض بين فالحاله غريبه عجيبه. ورا كم يوم قالوا احنا نسقطها الحكومه علاوي، ورا 3 ايام يطلع لنا هذا حاكم الزاملي. حاكم الزاملي. قضيه غريبه عجيبه. فأنتوا على من تضحكون؟ تضحكون على نفسكم واللي يحكي عليهم بعثي إرهابي داعشي ما أعرف منو. أنتوا سويتوا شنو تجربتكم؟ تجربتكم رثت خلي العالم كله تحكي عليكم. أنتوا لبنانيين تجربة مال أوادم، تجربة طيبة وجميلة، وهذا الشعب ما حد يقدر يحكي عليكم، ما حد يقدر يفتح حلقه، لأن أنتوا بنيتوا تجربة، ما سرقتوا ما نهبتوا ما خدتوا بالدماء، ما 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 هنتوا كرامة الوطن، ما رهنتوا إرادة الوطن للخارج. نعم. ما خليتوا إيران تتحكم بينا وإحنا مطية إلها، والإيرانيين يتحدثون عن العراق هو ساحتنا للقتال، ما حولتوا العراق إلى ساحة صراعات. والله العراق يحترمكم، لوبانيين لو مسوين لو مسوينا جامعة بها خير، ما يبنون جامعة لكن يتهمون بنات الجامعة بأرذل الاتهامات اللي. نعم. ما يستحون. هذه الحقيقة. ما بنيتوا مستشفى، انتم خايفين من الـ الاختلاط بين الرجال والنساء، روحوا شوفوا المستشفيات اللي واقفين بالسرة آلاف على أدوية السرطانات. نعم. أدوية السرطانات. صحيح. شهريا يموتون 20,000 عراقي بدون أدوية، وهذا هذا هذا حديثكم؟ هذا حد هذا ما يهز شرفكم ولا يهز كرامتكم ولا يهز وجودكم، وتتحدثون عن ديمقراطية وحرية والقوى الدينية والفكر الديني والأخلاقي الذي يحكمكم. يا فكر ديني ولا دولة مثلكم، يا فكر ديني يا أخلاقي، وين هذا؟ وين تطبيقاته على أرض الواقع؟ نعم. الناس تتحدث عن التطبيقات يعني، وبالذات نرجع إلى مرة أخرى. نعم. أنتم تقولون نحن قوى شرعية. نعم. والشرعية هو شباب الشرعية، لأن انتخبنا شعب تحدثنا عن الانتخابات. نعم. والانتخابات حتى ال 18% يعرف محمد علاوي وغيره انه حتى ال 18% اللي راحوا انتخبوا جرت فيها اعلى عمليات تزوير بالعالم. صحيح. باعتراف حتى القوى السياسيه نفسها. صحيح. اللي شاركت والامم المتحده. نعم. والعالم والاتحاد الاوروبي اللي اشرف. نعم. عليها تزوير، وكل الانتخابات السابقه جرت بها تزوير ولعب وبالنهاية اكو اتفاقات. نعم. وصلنا بال 2010 عندما فازت قائمه علاوي. نعم. قالوا لا بغض النظر. نعم. يعني. نعم. مو مدحن بعلاوي ولا هم. نعم. كلهم جزء من هاي القضيه، لكن ايش قالوا؟ قالوا اكو لا 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 ما فاز. نعم. اكو الكتله الاكبر. يا با شنو الكتله الاكبر؟ نعم. لا موجوده لا بدستور ولا الدستور، حتى دستوركم هذا الكسيح. نعم. ما بيها الشغله. قالوا لا موجوده. نعم. ودي للمحكمه الاتحاديه. نعم. جابت قرار المحكمه الاتحاديه لا المالكي اللي فاز، اتفق السفير الامريكي والسفير الايراني. صحيح. فهذه انتخاباتكم، هذه يعتبروها شرعيه. والشرعيه ليست هذه، حتى هذا اعتبرتوها شرعيه تركوها على صفحه. الشرعيه شرعيه الانجاز، شرعيه ان تنجز للشعب. صحيح. ماذا انجزت خلال 17 سنه؟ هاي التجربه الرثه القبيحه، دماء وقتل وتهجير، 4 ملايين عراقي بالمخيمات يوميا يموتون من البرد، هذا البرد اللي يجى الثلوج اللي عليهم يموتون بيه، اطفال وعوائل كامله. قبل يومين الاخبار تتحدث عن عائلتين اطفال ماتوا من البرد لانه. صحيح. ماكو بطانيه تغطيهم، بس يجيبون 70 طن لمساعده الصين للقضاء على الكورونا. يدزون 70 طن، 70 طن تدزها للمهجرين ذول العراقيين. صحيح. اهلك تدزها ذول
اللي صار لهم 5 أشهر بالشوارع، العراقيين اللي شباب اللي دي يقتلون دي يقتلون، هاي المستشفيات اللي ما تقبل تعالج واحد مصاب من الثوار، تدزها هاي المستشفيات أدوية، خلي تطلع أدوية، تدزها اشتري أدوية السرطانات وزعها على العالم. هذا العراق مليان أمراض سرطانات بسبب اليورانيوم المنظم وغيره اللي انضربوا به، بسبب البيئة الملوثة. هذه الحقيقة، هذه هي التجربة اللي تفخرون بها وتعتبروها شرعية، هذا إنجازكم. هذا الإنجاز، لذلك الشعب يعرف أنه ما لكم شرعية، لأن ليس لكم شرعية إنجاز وليس لكم أي شرعية أخرى، ولذلك سترحلون والشعب الباقي والعراق باقي. وهاي كلمات سني وشيعي وارهابي وما اعرف منه وبعثي، هاي انتهت وانداست بالرجلين، خلاص انتهى الموضوع. الان شعب ضد سلطه باغيه مستبده سرقته وسرقت حتى احلامه. شكرا جزيلا لك دكتور رفع الفلاح، الكاتب والباحث السياسي معنا في الاستوديو، ونشكر كذلك مشاهدينا الكرام الناشطه المدنيه دكتوره ناهد احمد كانت معنا عبر الهاتف من بغداد، والشكر موصول لحضراتكم لطيب المتابعه. نلقاكم ان شاء الله في تغطيات قادمه، الى اللقاء.